هناك تحطمت آمالنا التي كنا نحلم بتحقيقها. هناك قتلت أمي ودفن جسدها تحت التراب. وهناك قتلوا زوجتك التي لم تستطع وداعها وطفلتك الصغيرة البريئة. ابتعدوا عني! ستحرقك النيران يا سيدي، أرجوك تراجع. لا تعتقد أن دافعي هو الثأر لأمي وحسب، بل الثأر للجميع، لكل روح من الأرواح التي أزهقها الكفار. هذا عهد قطعته على نفسي وسأفي به. لقد حان الوقت لاسترجاع الأرض التي يضم ثراها أجساد أحبتنا من أيدي أولئك الكفار. أعلم تماما صدق نيتك، لكنني قلق من أن يفسد هذا الأمر العلاقة بين الخليفة وسلطاننا. لولا هذا لكنت أول من سينطلق معك إلى فاسبوراكان. قلت للسلطان ما أردت قوله يا أتابك. رغم ذلك يا سيدي، أنهى سلطاننا اجتماع التشاور قبل أن يتخذ قراره. وأنا أقسمت بروح أمي الشهيدة ألا أتراجع أبدا. لكنك ما تزال ملكا وولي عهد تم تعيينه بأمر من مولانا السلطان. أنت تمثل الدولة السلجوقية، وما دام الأمر كذلك فأي شيء ستقوم به لن تتحمل تبعاته بمفردك. أين تذهب أيها الملك؟ إلى قصر ري لأعرف ما هو قرار السلطان بحقي وأعود إليكم. وماذا لو أمر السلطان عند وصولك بإلقاء القبض عليك وأعادوك عن هذه الطريق؟ فماذا سنفعل برأيك؟ لا عودة عن طريق يراها الشجاع دربه الوحيد. هيا!